صباح الخير دكتور، قالوا لي انك طالبني. صباح النور دكتورة شهد. بصراحة ما كنت متخيل ابدا انه اهمالك يخليك تصلي لمرحلة تتأخري عن جولتك الصباحية على المرضى تبعك. دكتور انا دكتور شو؟ لسه زادت عن حدها كثير. انت هون طبيبي مالك هوي لحتى تداومي وتغيبي على كيفك. دكتور اسمعني، شو بدي اسمعك؟ شو بدك تقولي؟ تفضلي احكي، تفضلي احكي. انا اليوم لو مو بالصدفة مرقت ما كنت عرفت انك مالك موجودة. ما عندك ادنى احساس بالمسؤولية؟ بس اعطيني فرصة اشرح لك. تفضلي اشرحي. شرفي عم بسمعك، تفضلي. اليوم كان في محاضرة للدكتور أكرم الحسيني بمدرج الجامعة وإدارة المشفى، بما فيهم حضرتك رشحتوني أنا لروح أحضرها. وكيف كانت المحاضرة؟ عن إذنك دكتور. شاهد دكتورة، حضري لي المريض غرفة 101 القسطرة. حاضر. الدكتور خالد الجراح توجه لقسم الاسعاف للضروره الفصول. الدكتور خالد الجراح توجه. لا 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 لا، هو مين؟ لا كمان مرحبا مرحبا. شوفي الدكتور خالد فصل جن، بحس معين بيحل مشوى بس مشان يبهدلني ويراقبني. ليش شو صاير بيناتكم؟ بيبعدني احدى المحاضرة عنه، بيبهدلني لاني حضرتها، وفوق منا بينادي لي فكر بكل براءه انه بينادي لي قدامها مغرغره بعينه مشان يعتذر مني من شده الندم والاسف وتعذيب الضمير. بيوقف بيقول لي بدر بسان مريض قسطره. ايه قسما بالله العظيم لو ما عقلي كبير وبرجي هادي ورومانسي ما بحب المشاكل، لكن ارتكبت فيه الفظائع، لكن شنعت فيه. دكتورة شهد مريض قسطرة صار جاهز. الدكتور خالد وصل؟ لا والله بعده مو مبين. قلتي لي كنت شنعتي فيه؟ روحي 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 شنعي. ما كتير بتنشق. سلامتك. ايوه شو هالتطورات يا دكتور خالد؟ لو منعرفك بتحب الفرافير الصغار كنا صغرنا حالنا. يا ترى شو بصير؟ شو بصير؟